زلنا مستمرين في مسيرتنا نحو الله، وحلقة جديدة نتكلم فيها عن مفهوم كلنا محتاجين ان احنا نتوقف عنده شوية، هو مفهوم التوبة. كتير من الناس او بالذات الشباب اللي بقعد معاهم، نقطة انطلاقهم في احساسهم هل هم تايبين او مش تايبين غالبا بيرتبط بخطية في حياته، وقياسا على تفاعله ايجابا وسلبا مع هذه الخطيه بيستشعر ان هو تايب ولا لا. وغالبا برضو بتكون الخطيه دي هي خطيه مرتبطه بالشهوات الجسديه. فلو في فتره كان متحرر من هذه الشهوه الجسديه لسبب او لاخر بيحس ان هو تايب ومنطلق وفرحان، ولو فتره تانية كان حاسس ان هو مقيد بشهوه جسديه بيحس ان هو بعيد عن الله وحياته كلها في تراجع من جهه علاقته بالله. بس ده يخلينا نسال سؤال، طب وبقيه حياتك شكلها ايه؟ يعني فاكر حد من الشباب مره كنت قاعد معاه فاتكلم على ان هو بعيد عن ربنا وحياته وحشه جدا، وتوت قبل كده قال لي كانت كويسه جدا. فلما دخلت معاه العمق شويه لقيت ان المعيار او السنسر اللي هو بيقيس بيه هو مجرد خطيه واحده. طب بقيت حياتك شكلها ايه؟ قال العادي، يعني شويه ادانه، شويه كذب، شويه كبرياء، يعني الطبيعي دوت. مع ان الحاجات دي هي العوازل الحقيقيه اللي بينتج عنها بحسب اباء الكنيسه حتى كل الأعراض الأخرى اللي مرتبطة بالشهوات الجسدية. يعني أحد الآباء مرة كان جاله تلميذه قال له أنا محارب بشدة من الشهوة، فالتفكير الطبيعي هيرتبط بأشياء حسية، لكن في الحقيقة الأب دوت قال له إيه أخبار الإدانة عندك؟ هل بتدين حد؟ إيه العلاقة ما بين الإدانة وبين الشهوات الجسدية؟ الأب دوت أو أب البرية ده كان شايف إن مجرد إن الإنسان يدين آخر فهو بيعزل نفسه عن نعمة الله، وأول ما يعزل نفسه عن نعمة الله بيكون متروك وحيد لتأتي الذئاب المسعورة التي للشهوات لتنهش في أعماقه الداخلية وتثمر بقى كل الأفعال اللا أخلاقية الأخرى في جوهر للإشكالية أو للضعف أو للخطية، وفي أعراض خارجية. هو كان شايف إن الشهوات الجسدية أو الميول الغير منضبطة هي عرض خارجي، بينما الجوهر يكمن في إن أنا قاعد على كرسي إدانة مكان الله، وعشان كده في أعراض من النوع ده. ده يخلينا نبتدي نسأل نفسنا، هي التوبة؟ إيه تعريف التوبة؟ هل ان انا ابطل خطيه ما في وقت ما؟ طب وايه اللي يضمن لي ان انا مش هرجع الخطيه دي تاني؟ وامتى اقدر اقول على نفسي تائب بالمعنى التقني للكلمه؟ في الحقيقه خلينا نرجع ورا شويه ونشوف رؤيه قديس بولس في رسالته الروميه عن مفهوم التوبه. هنلاقيه بيطرح الموضوع من زاويه تانيه خالص. بيبتدي يقول ان التغير الحقيقي هو التغير ياتي بتجديد الذهن. تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. يعني السلوك الخارجي الذي يراه الآخرين وأنا أراه حتى على مستواي الشخصي من تصرفاتي، المنبع بتاعه تجديد الذهن. من هنا بتكون التوبة الحقيقية أو الميتانيا الحقيقية أو الميتانوس الحقيقية أو الريبنتنس الحقيقية كلها مرتبطة بمفهوم تجديد الذهن أو تغيير الذهن. طب يتجدد من إيه لإيه؟ أو متغير من إيه لإيه؟ تجديد الذهن هو تجديد المنظور. يعني أنا باصص في زاوية، بقيم الأشياء والأمور والأشخاص بطريقة ما، بيدخل معطى جديد في حياتي، مركز جديد بيبتدي يتحط في مكانه الصحيح، بيخليني أعيد قراءة الأشياء والأشخاص والتصورات والعلاقات والمبادئ والقيم بتاعت حياتي كلها، حتى الورد فيو بتاعي، المنظور العام للكون أو للوجود كله بيختلف. هي دي التوبة. التوبة هي تحول في الاتجاه أو تغير كامل في المنظور. الذهن لازم يتجدد، الذهن لازم يبص في حتة تانية، الذهن لازم يقيم الأمور بشكل تاني. وهنا ده مش معناه إن أنا بالضرورة هبطل كل الخطايا. كلنا بنصلي في القداس ونقول ليس إنسان بلا خطية ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. بس فرق بين واحد بيغلط وواحد بيغلط إن الأول بيغلط وهو على الطريق الصحيح وبيحصل تجديد للذهن بشكل دائم، بياخد نعمة عشان يقوم مرة تانية وينفض غبار الخطية اللي سقط فيها، بينما الآخر إشكاليته مش الخطية، إشكاليته الاتجاه كله غلط، اللي في الطريق الغلط، الشخص اللي مش متجدد ذهن يقول من فضلك أنت محتاج ترجع للطريق الصحيح بعد كده نناقش موضوع الخطية، مش قضيتك خطية الفلانية اللي مضايقاك. التوبة هي
تجديد الذهن او تغيير الذهن، لما ده يبتدي يحصل يبتدي يكون في ريفليكشنز او انعكاسات حقيقيه في السلوك الخارجي تراكميه، تاخد وقت شويه احيانا في بعض الناس، ما نزعجش من ده، بس الفكره منظورك الذهني للاشياء والاشخاص وتقييمك للامور اختلف جذريا، لان في مركز جديد اتحط وهو يسوع المسيح في حياتك ولا لا؟ هو ده السؤال. وفي الحقيقه احنا مش بنقول تجددنا في الماضي، احنا بنتجدد ذهنيا على طول، ده فعل دائم مستمر. التوبه مش فعل لحظي، مش فعل ماضوي، مش فعل احنا نقدر نقول فيه او نستخدم له افعال من الماضي، لكن هي فعل دائم ومستمر بيخلينا في حاله دائمه من استقبال جده الحياه لتجديد الذهن، لاعاده وضع الامور في نصابها الصحيح، مما ينتج سلوك مختلف في علاقتنا بالله. تاني، تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا ما هي اراده الله الصالحه المرضيه الكامله. حلقه بعد كده هنتكلم يعني ايه اراده الله الصالحه المرضيه الكامله.